تيجي طب تصحيني قبل ما تبداي بدل ما نصحى على التخبيط والترزيع ده كده على الصبح. الحمد لله على السلامه يا مدام زيزي، نورتي البيت. الف الف الحمد لله على السلامه. بركه انك رجعتي بيتك وانا اقول البيت النهارده منور بزياده ليه؟ الحمد لله على السلامه. فيكي بخير يا ام حسين. والله 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 يا ست زيزي كنت ناوية اتصل بحضرتك، بس يعني كنت مستنية لما الغمة تزول، لما الشيطان اللي بناتكوا ده يغور. الحمد لله انكوا اصطلحتوا. اصلا هو الاستاذ هشام كان يلاقي ضفرك فين؟ الواد راجب الناقص بتاع الامن في الطلعة والداخلة يزن عليا، قال ايه عايزني انا اروح اشهد ضدك في المحكمة زور. قلت له يتقطع لساني، انا اشهد ضد الست زيزي زور في المحكمة؟ ده انا ما شفتش منها غير كل خير، ده الست زيزي دي البكسم بتاعها. محسن تعالي 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 قربي لي بس كده، عايزه اقول لك حاجه. ايه؟ انا هطلب منك تلات حاجات. اطلبي. اول حاجه، شايفه المكان ده كله؟ شايفاه؟ شايفاه. عايزاه يرجع زي ايام ما انا كنت هنا بالظبط. ماشي؟ ماشي. الحاجات الجديده الابجورتين دول بقى واللوحه دي ودول دول مش عايزه اشوفهم. حطي بقى كل حاجه كده في كيس وارميها بره، ارميها. ماشي؟ معقول يا مدام؟ خسارة الحياة دي. احرقيهم ولعي فيهم، خديهم انت، المهم ان هم يغيروا مني. هاخدهم هاخدهم. حاضر ماشي حاضر. ماشي. تاني حاجة، أنا عايزة كوباية نسكافيه. من عينيا بس كده؟ ثواني ونسكافيه. وتالت حاجة، ودي أهم حاجة فيهم كلهم، إن وأنت بقى قاعدة بتعملي كل الحاجات دي أنا مش عايزة أسمع صوتك. مش عايزة ولا رغي ولا كلام كتير ولا أسمع حاجة. هس هس. حاضر حاضر يا بتاشي. هس حاضر. يلا روحي بقى اعملي لي كوبايه شاي بلبن. يلا يا مدام، ده انت لسه قايله نسكافيه دلوقتي حالا. شايفه انت بتعملي دلوقتي؟ شايفه الرغي ده؟ شايفه الرغي ده؟ هو ده بالظبط اللي انا مش عايزاه. شاي بلبن يا مدام؟ حد جاب سيره النسكافيه؟ مين جاب نسكافيه اصلا؟